النص هو لأرسطوفان، نص يوناني كتب قبل 2500 سنة. تم إسقاط النص على الوضع الفلسطيني من خلال بحث ميداني اللي انعمل من خلال مقابلات مع نساء فلسطينيات، والمسرحية هي مزيج ما بين الفيديو والسينما والمسرح، وأكيد بتطرح أسئلة كثيرة إلها علاقة بوضع المرأة بفلسطين والوضع الفلسطيني العام. فريق العمل وبالتحديد فريق الإخراج حب إنه يكون العمل يعني أكثر منغمس في الواقع اللي منعيشه، وعشان هيك أنتوا شفتوا النساء على الشاشات، وهدول كان نعمل معهم مقابلات خصيصا لهذا العمل، وكمان بنفتح المساحة في اللعبة المسرحية تبعتنا بأنه بيكون الجمهور هو جزء من المدينة اللي احنا منعيش فيها، وبنسأل الجمهور كمان عن شو هو بيطمح وإيش زي ما سألنا النساء. يعني قانون أحوال شخصية، مثلا قانون أحوال